شوقي السعيد يلعبها 30 متر على الارض استلام وتحط تمساح هنا خطيره جدا. جون انتوي جون انتوي وجول جون انتوي. الراجل بقول ده الراجل ده خطير. الغاني الغاني لما هرب من الركن بص شوف حسني عبد ربه عمل ايه، ايه الحطه وايه اللمسه، لمسه سحليه من النجم كامل الاوصاف وصانع الاهداف يلعبها للهداف للقناص الخطير جدا جون انتوي. وحط زيكا يعدي يا ولد بمهاره عاليه، زيكا قدامه بمساحه لكن بيدافع بقوه. حسن الشامي معوض العرضيه من الامال الاسماعيلي، مش ممكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد سواء بالاقدام، لكن زيكا زي ما قلت لحضراتكم انفا وهنا ضربه الراس. والله جون انتوي مش كلام، شوط ثاني افضل للنادي الاسماعيلي، اعتمدوا على هجمات المرتده والمساحات الواسعه واستطاعوا بالفعل ان هم يستغلوا مثل هذه الامكانيات. سعيد يلم شوقي السعيد ويلعب العرضيه ويطلع على طول سامح شوشه، لسه الخطوره موجوده والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الاسماعيلي جون انتوي. وادي شوقي السعيد ويطلع على طول ده باشا تصل لجون انتوي اللي بيحضن بجسمه كده ويسدد على يمين الشناوي جون انتوي. والهدف الاول الهدف حسني عبد الرب وليه السليه هات وخد حطيتها والله حلوه سليه، وممكن ممكن ممكن بالفعل ممكن هدف.